بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد أحبابي في الله في القناة تعليم السياقة، صلوا على رسول الله، اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد قائدنا شافعنا يوم القيامة، يسقيكم شربة ماء لا تضمأ بعدها أبدا. أحبابي في الله، أشكركم جزيل الشكر على الثقة اللي منحتوها فيها. أحبابي في الله، اليوم حبيت نعلم مبتدئين في مجال وتعليم السياقة أن داخل لابيطاك ما لازم تحط حتى أوبجي، حتى أوبجي ورينهم هنا. هادو ما لزوبجي، هادو هاد الأوبجي وهاد الأوبجي ناهيك كذلك على لي بيجو دب القرميطات والخواتم والسوايع، هادو ما قاع من المستحسن ومن المستحب كي تقرا لا بون كوندويت، السياقه السليمه ما تلبسهمش كي تكون تسوق، باسكو اكتشفوا بلي قالك معظم لي كوليزيون لي صراو والجروح العميقه اللي تصرا قالك سببهم تاع واش راك تارك فوق لابيطاك في من شده الصدمه. هذاك الدوزان اللي راك دايره مبعثر على لابيطاك، هذاك يقدر يزيد تفاقم الامور فيما يخص الجروح. ناهيك كذلك على لي باك والقرميطات والسوايع، تانيك من المستحسن ومن المستحب باش تسوق سياقه امنه ما تلبسهمش اثناء السياقه، خاصه عندما يتعلق الامر بساعه حديديه، قرمات حديديه سواء كانت من ذهب او فضه او غير ذلك من المعدن الثمين. اكتفي هنا، صلوا على رسول الله، نتلاقوا في ساعة الخير ان شاء الله. سلام في امان الله.